بحضور أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً، يتقدمهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. انطلقت أعمال جلسة خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. طبعاً الاجتماع اليوم كان من مهامه تعزيز العلاقات الخليجية وابتداء بالعلاقات السعودية الإماراتية، وكان في عدة جلسات. الجلسة اللي أنا اشتركت فيها هي الجلسة اللي تخص ريادة الأعمال، وكان من الطرف الإماراتي معالي وزير الاقتصاد الإماراتي هو اللي يمثل الجانب الإماراتي. كان الهدف أن نخرج بمجموعة من المبادرات اللي تعزز التعاون وتطوير ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة في كلا البلدين. كان في زخم كبير من الأفكار، طلعنا بخمسة محاور وتسعة وعشرين مبادرة. الحين رح نذكر إن شاء الله أربعة من أهم المبادرات، لكن في قناعة قوية من الطرفين إنه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية هم مفروض يكونوا المحرك الرئيس للاقتصاد الإماراتي والسعودي، كما هو الوضع في أغلب دول العالم. وتأتي هذه الجلسات والنقاشات في إطار تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري بالتنسيق مع المجلس الإماراتي السعودي لدعم وتكامل مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية والعسكرية والمعرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. روابط تاريخية يعززها الحضور الكبير بين البلدين في إطار تنموي كبير. للإخبارية دانا بشيتي أبو ظبي.